احكي لي شوف، ما فينا نخبي شي عن ضياء. آغا، أنا نفذت أوامركم. شو آخر كلمة حكتها؟ قالت كيف سمح حبيبي هالشي؟ يعني كيف خليناها تشرب؟ هذا كل شي؟ إمتى بتحبوا ندفنها؟ إذا ما طلعنا لبكرة بتدفنوها. بس برأيي تستنوا. تحت أمرك آغا، كل شي بتحتاجه عند الضابط المناوب. بدكن أي شي تاني؟ حاسس حالي مثل الجبل الكبير يا ضيا بيك. اسمعني منيح، الجبل الكبير بيكون قوي كتير، مو هيك؟ سيد المدير، تعطينا كمان شوية وقت؟ طبعا، اجيت لخبركم اني حضرت القسم الخاص لترتاحوا فيه. شكرا. بقسم لك، اذا ما كنت الصبح طالع على دفن بنتي، يا رح ادفن حالي يا رح ادفن الكل، واولهن يلي كان السبب بحبسنا. ليش مين ضل هلا؟ بقيان سيف وبس. والألم سيادة المدعي العام، والله ما بحقنا نحكي شيء قدامكن. كل يلي قالته مزبوط، وقلكن التقدير. شو ساويتوا لما مات؟ كنا ناويين ندفنه بتضل روح ولو كانت نسخة. حكولي شلون مات. صراحة يا سيدي، المحامية هي اللي ضربته. ايه أنا ضربته. بالله عليك يا استاذي، هذا الحكي ما بيصير. وانت كمان ضربت المحامية. وانت ما كنت هنيك؟ كنت، بس غمضت عيوني لما قوسوا عليه. أنا ما بتحمل منظر الدم. سيادة المدعي العام، في سوء تفاهم. هداك الجرسومي كان بده يسحب المسدس من إيد المحامية، واللي صار يا سيدي إنه المحامية ما رضيت تعطيه المسدس بالغلط، قوس حاله. حاولنا أنا والمعلم نفهمها إنه مو هي الفاعلة، يعني هداك الجرسومي لحاله انتحار وهي ما لها علاقة، وهي شغلة قانونية. وحتى لو كانت قضية قتل، بعد إذنك سيدنا، لا المعلم ولا المحامية دخلوا بالقصة، أنا المسؤول عنها. برافو عبدين، هذا هو اللي صار. بكفي يا جماعة، نحن موقفنا محرج. جنان، مرة حلوة ولطيفة مثلك، أنا متأكد أنها ما بتقدر تتطلع على واحد عم ينقتل، فأكيد درتي وش هيك. ويلي شاف تفاصيل الحادث هو عبدين. عابدين، شو عملتوا بالجسة؟ حملتها وحطيتها بالطبون من ورا. وبعدين؟ وبعدين المعلم والأستاذ جنان ما تحملوا هذا الموقف، وقفت السيارة بالكراج وحملت حالي ورحت على الحمام. والله لهلأ لساتني متوتر. خلص عابدين. أمرك معلم. ولما رجعت يا سيدي، لا لقيت السيارة ولا لقيت الجسة. عم يحكي هالشي من حسن نيته. طيب بس وين الجسة؟ هو جلال كان مثل الفيروس لازم يموت. والله خيفان كنت قلت لي منه شي جرسومي. فيك تروحي. رح قوم باتصالاتي مع وزارة العدل. أما السيد تركي وعبدين رح يكونوا ضيوفنا هون لحتى نلاقي السيارة والجسة. سيدنا، أنا عندي عادة غليظة شوي، ما فيني نام برات بيتي، ما فيني فوت على تواليت أو اتحمم، حتى ما فيني فرش أسناني. والله الموت أهون علي من أني نحط بهيك موقف. الله يخليك. لساني ما عم بقدر صدق، ما بعرف كيف صار هذا الشيء. وأنتوا شو كنتوا عم تساووا هون بنتي؟ أوف أمي، شو بدك بهالسؤال؟ ما في شيء، قرايبين لعلي عايشين هون عمر بيك. هاي نحن هون منحبه وبيحبنا،
كان يدير باله عولادنا، في حدا بيساوي هالشي؟ كانوا مثل الأخوات هو وعلي، وكنت غار منه، كنت حس إنه عم يبعدني عنه. قديش تنقرت مع علي لما راح على أنقرة، لما قال له عمه أصلاً إنه لازم يروح لهني. كان شخص كتير مهم، كنا نقرأ بعيونه كتير قصص، في شي مهم بوشه، كان مثل الأبطال، بس بطلنا لقلنا وبس. أنا بعرف إنه إله كتير معجبين وما كان إله أي أعداء. بائع كتب بسيط، مين إله مصلحة بقتل هيك شخص؟ ومين برأيك هاي الدولة التحتية؟ مو وقت المسخرة إياد. نحن لازم نخبر مراد، كان يحبه كتير لعمه أصلاً. معفاية، نحن وقفنا النزيف وعملنا له الخياطة التجميلية اللازمة مشان ما يضل أي أثار على وشه وبعدين تتعب. يا ترى قديش بده للطيب؟ يعني بده شي 3 شهور على الأقل، وفيكن تخرجوها بكرة، أو بعد ما فكلنا القطب بده شي 1 أسبوع على الأقل حتى تصير تاكل طبيعي. ونفسيتها؟ راح نطلب استشارة الطبيب المختص. امتى فينا نشوفها؟ ما فيني اعطيكم موعد. هي رهف شو بدها يا ترى؟ يعني شي 2 3 أيام. الو مراد، شو لقيته بالقبر؟ شو بدنا نلاقي يعني؟ ما اتصلت مشان هيك. خير؟ نحن هلا بالطب الشرعي. عمو أصلاً مات، مدير المكتبة. مين؟ عم قلك عمو أصلاً. مراد فيك تيجي لهون بسرعة؟ جاي. علي مات وانت صرت واحد تاني، ماضيك انمحى، انمحى تماماً، وكل اللي بيعرفوك ما رح يعرفوك، ولازم تنسى ماضيك يا مراد علمدار، لازم تنسى. معلم شو في؟ مات. مين اللي مات؟ العم أصلاً. شو حكى؟ قال جاي لهون وسكر. يجي مشان ندور مع بعض مين اللي عمله وما ندخل الشرطة. بدي خبركن بس ما بعرف إذا كان الوقت مناسب هلأ. إجا المرحوم لعندي من فترة وفي معه ظرف. بابا شو كان بالظرف؟ دقيقة. قال إذا صار معي شي وصلوا للعنوان اللي مكتوب عليه. وين الظرف عمي عمر؟ علي مات. ايه مات. وانا متل. لازم تنسى علي وهويتك تماما. وانا نسيتهم.
ماضيك انمحى انمحى. ما حدا قدر بس انت اللي قدرت. عيلتك ورفقاتك كلهم ما رح يعرفوك، ورح تضل وحدك، رح تضل وحدك يا مراد عالم دار. تركوني ما حدا رح يتعرف عليك. سمعت؟ ما حدا رح يتعرف عليك. وشو بساوي هلا؟ شو بتساوي؟ لازم هذا يضل سر. انت خدعتني، تركتني بنص الطريق ورحت، تركتني لحالي مع اسراري. يلي بيعرفوا اثنين مو سر ابدا. عمو اصلا مات، مدير المكتب. العم قتلوه، اغتالوه. تركينا لحالنا شوي. أنا اليوم رجعت 30 سنة لورا. الحقيقة إنه أنت قتلوا العم هلا، اغتالوه. الباقي بحياتكم. تسلم. لسنين ما كنت بحاجة لأحكي معك مثل اليوم يا نرجس. اليوم سمعوكي وانتي عم تصرخي، وزعلت لأني ما سمعت صوتك اللي عم بستناه من سنين.
هذا بشو عم بتحسي؟ بترجاكي تحكي ليش عم تصرخي؟ انتي بتعرفي قديش بحبك، بس للأسف انتي وابني مو موجودين ومالنا موجودين بحياة بنتنا. قديش عددنا يا نرجس؟ 2 3 4؟ أنا لحالي لترجعي يا نرجس، أنا لحالي من شانكن. لا تتركيني أكثر من هيك. يلي بيعرفوا 2 مو سر أبدا. ليش قديش عددنا؟ قديش؟ كم شخص بيعرف يلي ما بعرفه؟ وكم شخص بيعرف يلي بعرفه؟ يا ربي دخيلك. في مكان واحد بس لدفن الأسرار، ولازم يكون عمي أصلاً ترك وصية. المقتول من الأشخاص المهمين بتركيا، ونتيجة انفجار مخزن الكتب كل الوثائق والمعلومات عنه احترقت وانتلفت، بس نحن توصلنا لبيته. سيدي تعرفوا من المحتمل أنه يكون في وثائق مهمة للدولة، ونحن عم نطلب الإذن لنفوت على بيته. سيدي بسرعة قبل المخابرات، ما بحب أبداً يضيع مني أي دليل أو أي خيط بيتعلق بالجريمة. أهلا وسهلا سيدي. ما عاد يضل شي بعد هلأ بالعتم، شغل الضو. يلا تحت أمرك سيدي. كل الموازين انقلبت، الأشخاص الأربعة هون من جديد، ومثل ما كنا بالأول رح نغير كل الموازين، وإذا ما ساوينا هالشي رح نساوي عالم جديد. وشو المطلوب منا هلأ؟ أول شي بدي إياكم تعملوه من بكرة الصبح، بتروحوا على المخفر وبتخلوا سبيل خشرف آغا وضي اللاظي. بس الشغلة صعبة كتير، الدولة محاصرته من كل الجهات، وإذا المحكمة العليا تعاونت معنا رح نقدر نخلي سبيلهم ويطلعوا بكرة. لسه الدولة ما ورجتنا كل شي عندها. اسماعيل، بدي منك تعرف أصلان أغبي، يعني العم أصلان أو عباس أغلو، ومين يلي وراء قتله أو اللي قتله. أنا بلشت بتحرياتي اليوم. والمنشار؟ قلت نحن 4 أشخاص، مات المنشار. صار الوقت لحتى نتقبل شوية موتى يا سيف.
لو بدي كنت قتلتك. أخي لا تجبرني، نزل سلاحك. بس أنا ما بقتل رجل دولة. أخي. وأنت ما بتقتل أخوك، نزل سلاحك. قلي ليش إجيت لهون؟ أمروك تراقبني؟ عبد الحي بعرف إنه أصلاً بعتك مشان تحميني. لا تزيد الطين بلة ونزل سلاحك. عبد الحي لا تجنني، لو بدي كنت قتلتك. أنا بعمري ما خفت من الموت. وأنا كمان عنا شغل أهم. شو اسمك الحقيقي؟ حلفت أني ما أقتلك ولا أحكي عن اسمي لحدا أبدا. قتلني لكان عبد الحي يلي أقسمت له مات. ليش قتلته؟ أنا قتلته؟ معناتها شو عم تستنى أوس؟ واحد، نفذ بس تقرر. اثنين، لا تتردد بس تنفذ. ثلاثة، رح تخسر إذا ترددت. أربعة، يمحى سجل الخاسرين. يلا أوس خلصني. ما بهمني هالحكي، ليش إجيت؟ إجيت مشان شوف إذا كان تارك شي مهم بالبيت. بصفتك مين؟ بتعرف أنا آخر شخص، وحتى بعدك العم مات والأب عايش. وين أنت يا عدالة؟ وين؟ مين يلي قتل أصلان بيك؟ عم ندور سيدي. والنتيجة؟ عصابات تبنت هالشغلة، بس لسه لهلأ ما توصلنا لنتيجة وكشفنا كل شيء. ما قلت لك قدم لي تقدير، احكي باختصار. سيدي، كنتوا بتعرفوا أصلان بيك منيح، وبما انه ما كشف حقيقته لوكالتنا، وبتعرفوا انه تجابه معنا بعض الأحيان، بتعرفوا الشخص اللي بيشوف حاله فوق وكالته وكل الوكالات،
كيف بدي أعرف مين اللي قتله بين مبارح واليوم؟ شغل الاستخبارات مو بس إنك تعرف الحوادث بعد ما تصير. تحكي هالحكي للأمن العام مو إلنا سيدي. أنا ما بحكي منوب، أنا بحاسب. وليش لحتى تحاسبونا على موت أصلان بيك؟ سألوا الكي جي تي. رح يجي دورهم كمان، بس لنحل المشكلة اللي بيناتنا بالأول. يلي كان سبب هالمشاكل مات. كون واضح وأحكي، أنتوا قتلتوه؟ شو؟ نحن هلأ بحال الطوارئ يا سادة، في أزمة كبيرة كتير، والقوة اللي نحن فيها بهالأيام هي قوتنا تحويل الأزمات لصالحنا. مين خصومنا هلأ؟ الدولة؟ الروس؟ والأمريكان يلي ما بدهن إنه نكبر أكتر وأكتر؟ نحن كبرنا كتير يا سادة. لا، بدنا نمنعهم من إنهم يصغرونا. راح نشوف قوة كل واحد بيناتنا، وبعدين منتحد ومنضاعف قوانا. وبدي ضي اللازي وخسرف آغا يكونوا بأمان وحماية بيناتنا من اليوم. ايه، ويلي راحوا؟ اطمن، ما راح تنقص قيمتنا. لازم نملأ فراغ المهمين يلي راحوا. في شخصين حابب شوفهم بالجماعة، أولهم نديم مالك، أما الثاني تركي قنطرجي. هدول منا وفينا أساسا، وبالتأكيد هنن معنا. عصمت باشا، الجواب عنده يا سيف. ليش ليحطوا أنقرة عاصمة واسطنبول موجودة؟ وإذا ما بتعتني بالشخص يلي جنبك، لشو ليكون معك؟ طيب انتو بتضمنوا لي انه تركي ونديم ما رح يميلوا للتعاون مع الروس؟ هنن بيحبوا المصاري، والروس بدهن ينتقموا لايفانوف. من مين؟ منا. تركي ومالك ما بظن انهم يغطوا الفراغ يلي عنا. ويما رحنا عم نرجع لعند المنشار. انت يلي عم ترجع، يا ريت تتخطى هالنقطة اليوم. بما انك انت بدك لمراد علم دار منصب معنا، ليش ما بتجيبه لجماعتك؟ بدي ملقط فحم، ما بدي الفحم. ما في داعي نفكر، افتحوا الظرف. ولشو العقل إذا ما بدنا نفكر؟ مو هيك يا ابني؟ عم عمر، حكمت ما هو حق. بجوز نكون بخطر لأنه الظرف بين إيدينا، وعلى الأقل منعرف شو نوع الخطر يلي نحن فيه. ليش عم يصير معنا هيك؟ اللي أنا ما عم أفهم. أنا برأيي نخبر الشرطة، مو هيك عمر؟ أنا برأيي ناخده للمدعي العام، مو هيك جنان؟ ما قلت نفتحه ونكبه. نفتحه وبعدين مناخده لعنوان العام أصلاً، وبعدين منقرر الشرطة أو المدعي العام. أنت متأمل أنه يكون في شيء مفيد إلك؟ عمي عمر، هذا العام أصلاً علمنا كلياتنا، كلنا منعرفه. بيجي لعندك قبل وفاته بيوم وبيعطيك هالظرف، وبعدين بينقتل. وعم تسألني إذا منتأمل شي؟ بتعرف؟ بتوقع يكون كتب اسم اللي قتله. علي بترك القوات، وعمه أصلاً بينقتل، وهالظرف بين إيدينا. بلكي هذا الظرف لعلي. حسبنا الله ونعم الوكيل. جنان، أنت العقلة بيناتنا، احكي شي. مراد رح يجي لهون؟ موبايله مسكر ولهلأ ما بعرف شي عنه. لا تقلق، بيكون مشغول. وإلا ليش ليسكر؟ عبد الحي مو هون، بيكون عنده شغل.
بدك شيء اختي؟ بنادي الممرضة؟ قديش رح تبقى ما تقدر تحكي؟ والله يا خال ما بعرف. خلينا نطلع. الله لا يمتحن عبده بهيك شغلة. شفت على هالمسكينة؟ سكروا لها تمها وما عاد فيها تحكي وما فيها تطلب شيء. لك عندها طفلين، كيف بتساوي بحالها هيك شيء؟ في حدا بيعمل بحاله هيك؟ استغفر الله. خال في شيء نحن ما بنعرفه. نسرين قوية ما بتقوص حالها هيك. طيب وين ومرات؟ وعبد الحي راح لجهنم الحمراء اللي تاخده. دقت الدنيا بالست نسرين وما بنعرف ليش. أحسن شيء نقوص حالنا ميماتي ونرتاح. معلم معقول يكون انزعج مني؟ ليش شو صار؟ كنت عم أكل لما أجا معلم مراد على المكتب. معقول يكون انزعج؟ شو هالحكي الفاضي؟ مشي معي. خال رح تابع الأمور، ما رح نفيده بشي هون. معقول يكون راح لعند ضياء؟ موبايله ليش مسكر؟ لا تزعل رح نعرف. أنا بشوف شغلي مع عبد الحي، ليش ليسكر موبايله؟ يلا لك. هذا محمد قرخلي لمين رح يترك الأملاك اللي عنده؟ لك أنا على الأقل عندي 300 شخص في عيلتي، وانت الله يبارك فيهم في عندك حفيدين، الأول كبير يخزي العين رح بيجيب لي جلطة. لك شو رح تتوقع أنك تلاقي من هيك جيل ضيا بيك؟ انت شفت مرته شي؟ لا. وانت؟ اللي سمعته بعد الحارس انهارت تماما، وقبل سنتين سمعت انه ماتت. بس وهو انهار كمان، بس اصح منه ما شاء الله. يا ترى ما حق اسم ابنه من النفوس؟ بما انه ما ترك الامل اللي عنده فما رح يمحي شيء من النفوس. يا ضيابيك رح ناخد شيء لمحمد قرخلي، والأخص ابنه يا ضيابيك عم بستنى من 30 سنة. شي يوم رح يطلع ابنه قدامنا ونحنيله راسنا، وكمان رح يخلينا نبوس ايده. محمد قرخلي معقول يترك ثروته ويموت؟ هذا مجنون، خبى ابنه 30 سنة؟ بس مو لهالدرجة. أنا حبست بنتي 20 سنة، كانت لحالها بالبيت. شي بجنني. طيب ليش عم بيخبي عني؟ Oh.
شغل الضوء. أنت كنت بتعرف أني بشتغل لصالح الدولة. معك تشعيلة؟ لا. طيب في معك سيجارة؟ معك سيجارة معلم؟ معك تشعيلة؟ شكرا. يسلموا. ساكن هون؟ وين ما بتلاقي زبالة؟ عنا نقطة مشتركة. أنت شرطي؟ وأنت؟ أنا مستحيل أتوظف بالشرطة. معك حدا؟ بمشي لحالي وبعيش لحالي وبموت لحالي. كلام حلو. أنت شو اسمك؟ عبد الحي. هربان. هربان منهم كلهم، وبالضبط لما كانت الشرطة عم تلاحقني. أنت ما كنت عم تجمع الورق من الحديقة، انت كنت متنكر، ووقتها ضليت بالحديقة. شعلت لي سيجارتي بالكبريت. ايه وين المشكلة؟ كان كبريت سوري. ما كنت حالق لحيتك ولا لابس بدلة، بس انا بعيش لحالي وبتجول لحالي وبموت لحالي. كانت كلماتك كبيرة. مين يلي بيخلي الواحد يجمع الوسخ غير الدولة؟ يمكن نار الكبريت أهون من الحكي هذا.